100 قاض جديد بصفة مستشارين يتم تنصيبهم بالمحكمة العليا، إضافة إلى تنصيب 2 من المحامين العامين بنفس الهيئة. تعزيز المحكمة العليا بالمستشارين والمحامين يندرج ضمن الحركة السنوية للقضاة، حركة سبق إقرارها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. السادة المحامين العامين والمستشارين والذين سيلتحقون بمناصب عملهم كملحقين بالوزارة. الحركة السنوية للقضاة تأتي بعد تدقيق كشف عدة اختلالات في توزيع القضاة على المستوى الوطني. لقد اكتشفنا عند تدقيقنا لوضعية توزيع القضاة على التراب الوطني وجود حالات منافية للمنطق السليم مخالفة للعقل والمعقول. وبالموازاة مع تنصيب القضاة المستشارين بالمحكمة العليا، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعاً بإقامة القضاة، تجمع يندرج ضمن الإضراب الذي باشرته النقابة احتجاجاً على الحركة السنوية للقضاة. هذا وتؤكد وزارة العدل أن القانون الأساسي للقضاة يمنع الإضراب بل ويعتبر القيام به إهمالاً للمنصب.